إلى ذلك قال وزير الشؤون الخارجية الألماني هايكو ماس أن واشنطن وبروكسل لا تزالان على مسافة بعيدة من التوصل إلى تسوية بشأن اتفاق نووي جديد مع إيران وأوضح ماس بعد لقائه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو أنه لا يزال أمام جميع الأطراف طريق طويل للتوصل إلى تسوية مؤكدا ضرورة استمرار الأطراف الأوروبية تنفيذ الاتفاق بينما يتم التفاوض مع إيران على اتفاق آخر أوسع.